اليوم راه كاين تحسيس وغدا الخلاص ديال 300 درهم اللي ما دايرهاش. غتوصيهم في الدار قول لها ماما بابا بغيت انا ديما ندير الكمام صافي غتي ديرك وصل الذروه ديالو. الا كنا كنسجلوا في الامس القريب 19 حاله في النهار 20 حاله، اليوم كنسجلوها بالالاف. وملي كنقولوا كنسجلوها بالالاف ناقوس الخطر صافي ولا كيندق، ولا ندق ناقوس الخطر اما غادي نجاو كاملين ولا غادي نموتوا كاملين، لانه هذا فيروس ماشي سهل. وراكم كتشوفوا عبر وسائل الاعلام السمعيه البصريه كتشوفوا كل نهار ناس كيموتوا، ناس اللي راهما في حاله صحيه جد حرجه، وكل نهار كتسجلوا عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي او الوسائل الرسميه السمعيه البصريه كتلقاو 40 حاله ماتت 30 حاله ماتت. وهذا الشيء ماشي طبيعي. علاش ماشي طبيعي؟ لاننا وصلنا لواحد المرحله ديال اللامبالاه، واحد المرحله ديال الاستهتار، واحد المرحله ديال ان بزاف ديال الناس كيقول لك ما كاينش هذا الفيروس. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.